كريم أيها المتابعون جميعا، متابعي قناة دبي ريسنج والقنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير، من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي، تعلن انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الشوط الخاص بالثنايا الابكار. نتمنى التوفيق للجميع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة والبداية والمقدمة والشاهينية اللي قادت المجموعة منذ البداية بشعار هجن ند الشبة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. الشاهينية مع المركز الثاني بشعار هجن الرئاسة، وتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يأتي بتحديات الشاهينية مع المركز الثاني ثالث المراكز. من الجانب الآخر أرى هناك هملولة ما غطت لها الزاوية، بهذا الانطلاق تتقدم مع المركز الثالث بهذا التحدي الجميل والرائع بالشعار هجن الرئاسة، وتقدم علي بن يميل الوهيبي. نتابع المركز الرابع، الاسم القادم في هذه اللحظات، والتسلل من شديدة اللي بدأت تتسلل مع المركز الرابع بشعار هجر الشحانية. فاران بن محمد بن قريع يقدم تحديات هذا الاسم على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات تصل، تتقدم الشاهينية التابعة لهجن العاصفة يقودها بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المتميز غياث الهلالي. بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس، تصل الشاهينية في هذه اللحظات مع المركز السادس لهجن الرئاسة، وتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مع المركز السابع والثامن. تأتي الشاهينية والشاهينية الأخرى الثنتين بشعار هجن العاصفة، وتقدم غياثة الهلالي متابعا متقدما بهذا الاندفاع. المركز التاسع وصول من مهابه لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري، يتابع تقدم مهابه مع المركز التاسع وعاشر الانطلاقات، عاشر التحديات. المركز العاشر تتقدم في هذه اللحظات الرمادية بشعار سمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد دار الهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، يأتي بتقدم الرمادية مع المركز العاشر. هذه النتيجة والنداء الأول مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط في خامس الانطلاقات في هذا الصباح. هذا الشوط اللي يحمل هذه الأسامي وهذه التحديات الحاضرة في هذا الصباح الجميل. شعارات أصحاب السمو الشيوخ لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك اللي تقود المجموعة، اللي تقود المجموعة بهذا الانطلاق. الشاهينية على رأس الحربة، الشاهينية تتقدم تنطلق تندفع بناموس هذا الشوط بالشعار هجن الرئاسة، وتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، من يقدم الأحلى الفنون، وهذا العرض المتميز اللي تقدم الشاهينية وهي على قمة الهرم، تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني الشاهينية لهجن ند الشبا سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث من الجانب الآخر أرى هناك أيضا القادمة في هذه اللحظات شديدة لهجن الشحانية. فاران بن محمد بن قريع يقدم هذا الاسم مع المركز الثالث، أصبحت ثلاثية مع هذا الانطلاق المتميز.
مع هذا الانطلاق المثير، ولكن تصل في هذه اللحظات الشاهينية مع المركز الرابع أقوى المرشحات في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير والرائع. تأتي على مستوى المركز الرابع بشعار هجر العاصفة وتقدم غياث الهلالي. من يقدم الشاهينية مع المركز الرابع، خامس الانطلاقات تصل الشاهينية لهجن الرئاسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري يعلن هذا الانطلاق. سادسا من الجانب الآخر هملولة التابعة لهجن الرئاسة بمتابعة علي بن يمين اللهويبي، وعلى مستوى المركز السابع تتقدم في هذه اللحظات الشاهينية التابعة لهجن العاصفة يقودها غياث الهلالي. المركز الثامن تحديات مهابة لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري. من يتابع تقدم مهابة مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات تاسع التحديات الشاهينية التابعة لهجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي الرمادية مع المركز العاشر لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان. وتقدم ومتابعة أيضا عامر بن محمد بن عبيد المزروعي. من يأتي بتحديات مهابة على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة مع هذا الانطلاق المتميز، مع هذه العروض المثيرة والرائعة، مع هذا الاندفاع الجميل والرائع، مع المثلث الذهبي اللي يحتضن هذه الأسامي، يحتضن هذه الشعارات العملاقة في هذا الانطلاق المثير. الشاهينية من قادة المجموعة بشعار هجر الرئاسة من متابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. من ياتي بتحديات الشاهينية، من يتقدم بخطى ثابتة لناموس هذا الشوط مع هذا الاندفاع المتميز. المركز الثاني الشاهينية لهجن ند الشبا سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب شديدة، مع المركز الثالث لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع يقدم تحديات الشاهينية وتحديات أيضا شديدة مع المركز الثالث ورابع الانطلاقات. تأتي الشاهينية مع المركز الرابع مع هذا الانطلاق المثير والرائع بشعار هجر العاصفة بمتابعة وتقدم غياث الهلالي. من ينطلق مع المركز الرابع. بدت الأسامي تقترب. زادت السرعة مع الاتجاه السليم والصحيح في هذا الانطلاق الرائع والجميل. وعلى مستوى المركز الخامس تأتي الشاهينية لهجن الرئاسة يقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السادس هملولة لهجن الرئاسة الظافر علي بن يميل الوهيبي في المتابعة والتضمير. من يتقدم على مستوى المركز السادس مهابة سابعا لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري يعلن هذا الانطلاق. ومع المركز الثامن تتقدم تتسلل في هذه لحظات نتابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع القدوم في هذه اللحظات أيضا بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلال الرمادية. مع المركز العاشر لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل الهيان. وتقدم ومتابعة عامر بن محمد بن عبيد المزروع. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز بهذه العروض الجميلة والرائعة بهذا الاندفاع الصباحي الحاضر على أرضية هذا الميدان. ولكن اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط تأتي الشاهينية
ذات الشاهينية على رأس الحربة بشعار هجن ند الشبة الشاهينية أيضا بشعار هجن الرئاسة والتنافس الواضح والباين على صدارة هذا الشوط، ولكن الشاهينية بالشعار الحمر تتقدم. يأتي المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بتقدم الشاهينية. الشاهينية مع المركز الثاني لهجن ند الشبة سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب شديدة مع المركز الثالث لهجر الشحارية فاران بن محمد بن قريعة. من يقدم تحديات شديدة مع المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية لهجن العاصفة متابعة غياث الهلالي. واللحظات المثيرة المتبقية من عمر هذا الشوط، ولكن بدينا بالاتجاه، بدينا بالتحديات، بدينا بالانطلاق المثير. والشاهينية تنطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة. يرت الشوط في اللحظات الأخيرة، بدأ تباعد المسافة بهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع، شعار هجن الرئاسة ومتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الشاهينية قادمة مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يتابع الشاهينية مع المركز الثاني، اللحظات الأخيرة، الشاهينية بشعار هجن الرئاسة هي الأقرب لناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير. والنقطة الرابعة في هذا الصباح سلام للرئاسة وهجنها بهذا الانطلاق المتميز. تهانينا لأبو سعيد المجازم من قدمها بهذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة، تقدم غياث الهلالي. المركز الثالث لهجن ند الشبه. المركز الرابع لهجن الشحانية، ومع المركز الخامس الشاهينية لهجن الرئاسة. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. بتقدم الشاهينية والنقطة الرابعة في هذا الصباح. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. 12 دقيقة 24 ثانية جزئين من الثانية توقيت الزمني. تهانينا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة. توقيت الزمني 12 دقيقة 30 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا موصولة للمضمر غياث الهلالي. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث الشاهينية لهجن ند الشباب 12 دقيقة 33 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن ند الشباب، تهانينا لسالم بن سعيد.